يسرني بالغ السرور أن ألتقي مع أصدقائي من حزب الحركة الشعبية، وإننا نجري اللقاء الأودية والواسع النطاق مع أصدقائي من الحركة الشعبية، فنسعى إلى تحقيق كل هذه المقترحات وتطلعات بين الحزبين إلى النتائج الملموسة بما يدفع تطور العلاقات بين البلدين بسلاسة وبشكل مستمر. هي المرة الأولى التي أزور المغرب فيها، فإن المغرب تعترف بحديقة الشمال إفريقيا، فإنها مفعمة بالنشاط والحيوية، وهي تتسرع في دفع البناء البنية التحتية. لذلك نعتقد أن المغرب هي الأرض الخصبة للاستثمار، وإننا بعد عودتنا إلى الصين سنشجع المؤسسات الصينية والشركات الصينية للاستثمار في المغرب لتحقيق التنمية المشتركة بين البلدين، وأيضا نسعى إلى تحقيق أو دفع بتطوير المشروعات التي توصل إليه زعيمي البلدين في إطار حزام الطريق إلى النتائج الملموسة خدمة مصالح الشعبين والبلدين، وأيضا نسعى إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة الجديدة والزراعة والحية الصناعية. وبخصوص التبادل بين الحزبين، فنسعى إلى تعزيز التبادل حول إدارة البلاد وبناء الحزب مع الحزب الحركة الشعبية، وأيضا نرحب بزيارة الحزب الحركة الشعبية إلى الصين لتعرف على تقدم الصيني وتطورات الصيني في هذه السنوات. وفي الأخير نتمنى إلى العمل يدا بيد إلى دفع بالتحديث في المستقبل، وشكرا جزيلا. 了解中国发展的一些现状，我们愿意和摩洛哥朋友们携手进步，共同推进现代化。 استقبلنا اليوم بمدينة الدار البيضاء وفد رفيع المستوى من الحزب الشيوعي الصيني، ترأسه السيد جين شين، وهو مدير عام بمكتب الدراسات بدائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني. وكان هناك أيضا مسؤول حزبي عن شمال إفريقيا وممثلة عن سفارة الصين بالمغرب من الجانب الصيني. ومن جانب حزب الحركة الشعبية كان هناك ممثل السيد الأمين عام الذي تعذر عليه الحضور لالتزامات سابقة، ورئيس منظمة شباب الحزب، ورئيس اتحاد عمال المغرب، وهي النقابة التي التحقت مؤخرا بحزب الحركة الشعبية. وكان هناك المنسقون الإقليميون بجهة الدار البيضاء وعدد من المنتخبين بعدد من مقاطعات الدار البيضاء. شكل هذا اللقاء أولا مناسبة للتوقف على عراقة العلاقات التاريخية التي تربط بين المغرب والصين، ولكن شكل أيضا مناسبة للتوقف عن كل الزخم الذي عرفته العلاقات بين الصين والمغرب في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية والسياسية والسياحية، خصوصا بعد الزيارة الميمونة لصاحب الجلالة لسنة 2016 التي أعطت نفسا جديدا وبعدا استراتيجيا جديدا للعلاقات بين
البلدين يتأسس على علاقة رابح رابح، كما شكل هذا اللقاء مناسبة على تبادل وجهات النظر حول الحزبين، مرجعيتهما، حكامتهما التنظيمية، الأهداف المشتركة بينهم. وشكل أيضا هذا اللقاء مناسبة للتأكيد على رغبة الطرفين في توطيد علاقات التعاون والشراكة وتبادل الخبرات والتجارب وتبادل الزيارات والوفود بين الحزبين. وتم خصوصا التأكيد على أهمية التبادل في مجالات المرأة وقضايا الشباب والتدبير المحلي، ولكن أيضا تطوير المناطق الصناعية ودعم السياحة ودعم مختلف أشكال التبادل التجاري، خاصة حضور المنتوجات المغربية في السوق الصيني وإعطاء حضور وازن لماركت المغرب في السوق الصينية. كما تم التأكيد على أهمية البعد الإفريقي في علاقة الصين مع المغرب، وكان أيضا من المسائل التي تم التأكيد عليها هو المبدأ الراسخ لدى الصين في احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، وهذا شيء يميز علاقة المغرب مع الصين. وبالمناسبة إن حزب الحركة الشعبية هو أول حزب تم تشريفه بهذه الزيارة من قبل وفد صيني رفيع المستوى. اليوم تم عقد لقاء رفيع المستوى بين وفد عن الحزب الشيوعي الصيني وحزب الحركة الشعبية. الهدف من هذا اللقاء هو خلق قناة للتواصل بين الأحزاب السياسية. الهدف منها كذلك هو تعزيز التعاون الجيوستراتيجي، تبادل الخبرات بين الهيئات الحزبية. هذا اللقاء كما رأيتم يعني داز في واحد الجو مهم، جو عكس الأهمية التي يعطيها الحزب الشيوعي الصيني لحزب الحركة الشعبية، باعتبار أن هذا أول لقاء تم عقده مع الأحزاب المغربية. المخرجات ديال هذا اللقاء وهذا ما يهمنا بالأساس هو كيفية مأسسة تفعيل هذا التعاون الاستراتيجي بين الحزبين. نحن كحزب حركة الشعبية اقترحنا تأسيس لجنة مشتركة بين الحزبين التي يمكن لها أن تدبر كيفية تنزيل على أرض الواقع هذا التعاون الجيوستراتيجي من خلال تبادل الزيارات، من خلال تبادل التجارب، وكذلك من خلال خلق ربما في الشق الاقتصادي آليات للإسهام أو لكي يستفيد الاقتصاد المغربي من الاقتصاد الصيني مع الحفاظ على السيادة الصناعية المغربية، وهذا ما نطمح إليه كحزب حركة شعبية.